تاكلوا اكل صيني بجد ومن ايادي صينيه بجد ومن الناس الصينيين بجد، يبقى لازم تجربوا المطعم ده. طبعا اول مره اجرب اكل صيني في حياتي، هنشوف بقى اكلهم حلو ولا وحش، يمشي مع حاجاتنا احنا الاطعمه المتعودين عليها كمصريين ولا لا. شوف معاكم التجربه لحظه بلحظه وهندوق مع بعض كل حاجه. معاكم لينا قناه لينا ريفيوز. ما تنسوش بقى قبل ما نكمل الفيديو تعملوا لي لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا دلوقتي حالا دوسوا على زرار الاشتراك وفعلوا زرار الجرس اللي جنبه يوصلكوا كل فيديو اللي هنبتدي مع بعض الفيديو. في الفيديو ده هجرب معاكم الاكل الصيني لاول مره، النودلز الصيني هجربها معاكم لاول مره، وهنجرب كل انواع النودلز الصيني. الريستورانت ده اللي بيشتغلوا فيه كلهم صينيين، فبيعملوا النودلز اصلا يعني من اساسها من الاول خالص كعجينه بيعملوها في المطعم. فهندوق الاكل الصيني بقى على اصوله وندوق كل انواع النودلز. هندوق النودلز السي فود ونودلز التشيكن ونودلز اللحمه، وهنشوف ندي كل طبق منهم كم من 10، وكمان نشوف مين الافضل فيهم، وهقول لكم في الفيديو كل التفاصيل السعر والكميات ومكونات كل طبق. حابه بس افرجكم على المطعم الصيني اللي كنا فيه والحاجات المختلفه واللي مش متعودين عليها اللي كانت موجوده فيه. اول لما بتدخلوا بيبقى فيه ترابيزه عليها الانجريدينتس الصيني او المكونات والتوابل الصيني. الخل الصيني مختلف تماما عن الخل المصري، والتوابل بتاعتهم والصوصات بتاعتهم مختلفه تماما عن التوابل والصوصات والخل المصري. وفي نوعين من الترابيزات، ده نوع، النوع ده اللي هو بيبقى عليه دواير، ده زي تعتبر زي الشعله او زي البوتاجاز الالكتريك الكهرباء، بتبقى كلها متوصلة بإكباس كده في الكهرباء، وكل دايرة منهم بتتحكم في الزراير اللي موجودة تحتها دي. بصوا دي زراير وكده بس مكتوب عليها بالصيني، والمحل بيجيب للحد اللي طالب الحلة فيها مية، وكل حد قاعد هو اللي يطبخ أكله بنفسه بالتوابل والمكونات اللي شفناها في أول الفيديو. فحاجة غريبة جدا الصراحة، كان أول مرة نشوفها. وزي ما انتم شايفين الناس الصينيين بنفسهم هم اللي بيعملوا كل مكونات الأكل from A to Z. دي هي أول نوع من الترابيزات، وده كده تاني نوع من الترابيزات، بيبقى عبارة عن ترابيزة كبيرة وفوقيها زي قرص إزاز بيلف علشان لو كذا طبق بيلف على الناس اللي موجودة وتتذوق زي ما احنا هنعمل كده. ودي كده زي ما انتوا شايفين المنيو كلها بالصيني. طبعا ما كناش فاهمين اي حاجة، بس الحمد لله ستر ربنا هم حاطين حد واحد مصري بيترجم لنا اللي احنا عايزينه منهم ويترجم لهم اللي احنا عايزينه. فالحمد لله ان الراجل ده كان موجود الصراحة. لا استنوا قولوا لي ده ايه؟ ده ايه؟ ده الجمبري والاخطبوط والكاليماري؟ اوكي. لا كبار قوي فعلا. استنى استنى. وده التشيكن؟ وده اللحمة. الله عايزين يدوق بقى. دي النودلز كده؟ عندنا هاخد عندي طبق مع كل حاجة نوع. نشوف الدنيا ايه. شكلها تجربة لذيذة. ايه ده طعمه تحفة. بس حلوة قوي. مش لعبة. لا بجد تحفة تحفة. طعمه فظيع. دي كده النودلز اللي بالفراخ، تشيكن نودلز هي اللي عندي دي. دي البرايسز بتاعتها كام؟ كانت دي 50. زي ما انتوا شايفين بصوا الطبق كبير جدا، زي ما انتوا شايفين الطبق كبير قد ايه. فردين ياكلوه وسعره 50 جنيه، فحلو جدا. ده احنا جبنا بالسي فود،
وده بالتشيكن وده باللحمه. احنا انا جربت التشيكن دلوقتي طعمه حلو قوي، هاكل منه تاني كده. ما كنتش متخيله هيبقى حلو كده على فكره. وفي سنه شطشطه بسيطه كده حلوه، يعني مش اللي هي بتقلم، لا لا شطشطه حلوه يعني. الانجريدينتس بتاعته بقى النودلز وفراخ وبصل وشرايح طماطم وفلفل، بس معموله بطعم مختلف، واظن ان هم حاطين فيها زي صويا صوص او كده. حلوه قوي. جرب بقى النودلز السي فود. دي عباره عن طبعا النودلز، حلوه الترابيزه اللي بتلف. عباره عن النودلز وبصل برضو، واظن دي كابوريا صح، كابوريا وجمبري اهو. الجمبري غريبه فعلا ان سعرها 50 وبالحجم ده، وصراحه طعمها تحفه. انا اصلا كانوا يعني عايزيني نجربها وانا كنت مقلقه الصراحه من الطعم عشان احنا مش متعودين على الاكل الصيني، بس حلوه ومليانه سي فود زي ما انتم شايفين. بصوا قطع الجمبري والكابوريا برضو، واظن ان في زي اللي هو اويستر. وات از ات، لا طعمها حلو قوي بجد، تحفه. مستغربه فكره النودلز انها معاها سي فود، بس لا طعمها حلو جدا. هما انا حاسه بيحطوا صوص على الموضوع بس احنا مش عارفينه يعني. جميله وتشبع، طبق كبير جدا يعني. نجرب بقى نودلز اللحمه. بصوا انا صورتها اول ما نزلت طبعا كان فيها لحمه كتير على الوش اهي. هجربها بقى. جرب بقى نودلز اللحمه. حلوه قوي. اللحمه مستويه جدا وطريه جدا، يعني انا مجرد حطيتها في بقي دابت. هما بقى بيبقوا عاملينها في شوربه وفيها زي بقدونس والبهارات الصيني بتاعتهم. حلوه قوي قوي بجد. بس لو ادينا الترتيب في الطعم، التشيكن نودلز وبعدها السي فود نودلز وبعدها النودلز اللي هي باللحمه. التشيكن نودلز الصراحه كانت تحفه يعني. خلصنا بقى النودلز اللي باللحمه والشوربه بتتشرب، احنا سالناهم اتاكدنا بتتشرب ولا لا. ندوق طعمها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الشوربه نص نص كده يعني، ملهاش طعم قوي. هو عامه النودلز اللحمه لا اخر اختيار، والنودلز التشيكن اول حاجه، النودلز سي فود تحفه برضو فظيعه، النودلز اللحمه اخر اختيار، بس هي حلوه، بس طعمهم التانيين اقوى بكتير. نسيت اقول لكم ان طعم الجنزبيل باين قوي كمان في الوصفات كلها. وطبعا ما قدرتش اقول لكم الانجريدينتس كلها علشان سالته وقال لي انها توابل صيني زي اللي موجوده على الترابيزه زي اللي صورتها لكم، توابلهم وخلهم والصوصات بتاعتهم، بس فعلا الطعم حلو. انا كنت مقلقه جدا من تجربه الاكل الصيني عشان خفت ان احنا مش متعودين عليه، مش هنتقبله، بس فعلا الاكل تحفه تحفه. وتسلم ايديهم، وما تنسوش بقى لايك للفيديو واعملوا لي اشتراك في القناه وفعلوا زرار الجرس. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي.